Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabih." Rasulullah bersabda mengingatkan kita, bacalah Al-Qur'an oleh kalian, sungguhnya Al-Qur'an itu akan datang pada hari kiamat. Ya. Menjadi penolong buat kalian. Kita sekarang Al-Qaf yang belum hafal-hafal itu. وذكر أخا عاد وذكر أخا عاد إذ أنذر قومه بالأحقاف وقد خلت النذر من بين يدي ومن خلفي ألا تعبدوا إلا الله إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم قالوا وجئتنا لتأفكنا عن آلهتنا فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين قال إنما العلم عند الله وأبلغكم ما أرسلت به ولكني أراكم قوما تجهلون فلما رأوه عارضا مستقبل أوديتهم قالوا هذا عارض ممطرنا بل هو ما استعجلتم به ريح فيها عذاب أليم يدمر كل شيء بأمر ربها فأصبحوا لا يرى إلا مساكنهم كذلك نجزي القوم المجرمين ولقد مكناهم فيما إن مكناهم فيه وجعلنا لهم سمعا وأبصارا وأفئدة فما أغنى عنهم سمعهم ولا أبصارهم ولا أفئدتهم من شيء إذ كانوا يجحدون إذ كانوا يجحدون بآيات الله وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون ولقد أهلكنا ما حولكم من القرى وصرفنا الآيات لعلهم يرجعون فلولا نصرهم الذين اتخذوا من دون الله قربانا آلهة بل ضلوا عنهم وذلك إفكهم وما كانوا يفترون.